السلام عليكم ورحمة الله. لماذا فرح العرب حتى الحوثي بفوز السعودية اليوم في كرة القدم على المنتخب الأرجنتيني؟ هذه نوع من القراءة السياسية لفرحة العرب بفوز السعودية. علاقتي في كرة القدم انتهت في 1982، وسببها أن الأمريكان توهقوا فيني، كنت مع البحرية الأمريكية في ذيك السنة، وقالوا فيه فرقاطة أسترالية نازلة في ميناء القاعدة أو واقفة في ميناء القاعدة، وفيها فريق من الأسترالي أو فيها بحار أستراليين يقولون نبي نتواصل مع بحارة القاعدة الأمريكية، فيبون يلعبون معهم، ما يبون ركبي وما يبون الأمريكان فوتبول، فقالوا بنلعب كرة قدم اللي يسمونها الأمريكان سكر. فأنت جاي من بلد، كانت ذيك السنة منتخب الكويت في كأس العالم، فأنت من بلد يعرف كرة القدم، فنبيك تكون فريق على عجالة ويلعبون مع الأستراليين. وفعلا شكلت ضخام الجثث سريعي العدو وهكذا من البحارة، ولعبنا ويا الأستراليين وكانت النتيجة 12-0 لصالحهم، وعقبها اعتزلت كرة القدم بالمرة. طبعا هذا لا يعني اني اتابعها وما زلت اتابع كرة القدم، لكن عن بعيد بحكم فرض او بفرض البيت لي على ذلك، بمعنى ان الاولاد والبنات يطالعون كرة القدم، فمضطر اطالع معهم وماشيهم. وهذا لا يعني ايضا عدم حبي للفريق اللي كنت اشجعه اللي هو فريق القادسية الكويتي، فانا اعتبر قدساوي. أولا شكرا لصقور السعودية، أعطتنا ما يستحق الفرح في زمن الكآبة، مبروك هذا الفوز، وإن كان فوز على مجموعة وما زال الدرب طويل. طبعا لاحظنا أن كل وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي تظهر فرحة عربية بفوز السعودية. الغريب أن هذه الفرحة وصلت حتى محور المقاومة، يعني أقرأ موقع الميادين، أقرأ منشورات الحوثيين، حتى وزير الإعلام في حكومة الحوثيين ضيف الله الشامي غرد اليوم يقول ألف ألف مبروك فوز المنتخب السعودي، أو فوز المنتخب السعودي بفوزه على المنتخب الأرجنتيني، هذا الفوز أعاد الاعتبار للكرة العربية. هذا يقوله الحوثي اللي يسن حرابه ويقتل اليمنيين وفي حرب معلنة مع السعوديين ودول مجلس التعاون منذ 8 سنوات. لماذا الفرحة العربية بفوز السعودية؟ هذا سؤال مستحق سنجيب عليه من خلال قراءة سياسية لماذا الفرحة العربية بفوز السعودية. هذه قناة المراقب الخليجي وأنا الدكتور ظافر العجم. طبعا يجب أن نبحث أولا لماذا فازت السعودية على الأرجنتين اليوم قبل أن نذهب ونحلل لماذا يفرح العرب بفوز السعودية. فازت السعودية وهم يستحقون هذا الفوز ويستاهلونه لأسباب كثيرة، يعني من ضمنها كما يقول المعلقين الرياضيين أكثر من المحللين السياسيين، يقولون أن اللاعبين المنتخب السعودي أتقنوا اللعب على مصيدة كشف التسلل في مباراتهم اليوم مع الأرجنتين، وهذه فيها خطورة عالية، بمعنى أنه قد لا يكون تسلل ويسدد اللاعب كرة فيحقق هدف باستغلاله لكون الدفاع أنهم يحاولون يكشفون التسلل فلا يكشفونه في الوقت المناسب، أو أن الحكم لا يراه، أو أن آليات الفيديو الحديث لكشف التسلل لا تظهر تسلل. هذا هو السبب الأول. السبب الثاني، قدم المنتخب السعودي مفاجأة كبرى على نظيره الأرجنتيني، متى؟ في الدقيقة 75، يعني باقي على المباراة حوالي 20 دقيقة أو 15 دقيقة، فهذا حطم آمال الأرجنتينيين في تحقيق فوز بعد أن حقق السعوديين هدفين مقابل هدف واحد، فهذا أنهى روح المقاومة لدى الأرجنتينيين ب75، ولم يتبقى وقت يستطيعون أن يعادلوا فيه المنتخب السعودي ويفوزون عليه. أيضا أن المنتخب السعودي هو أول منتخب عربي يواجه الأرجنتين في تاريخ كأس العالم، هذا حمل السعوديين عبء إضافي وكان عليهم أن يقدموا وجه مشرف
للكرة العربية، وهذا ما فعلوه بيض الله وجيههم بالهدفين اللي كسبوها ضد الأرجنتين. وإن كنت أنا شخصيا أرجع الفوز إلى توفيق الله سبحانه وتعالى لهم ونشاط صقور السعودية في هذه المباراة، لكن أنا في تقديري أن العويش حارس المرمى السعودي أبلى بلاء حسن وصد أكثر من هدف محقق، وكان له دور كبير في هذه المباراة. أيضا من أسباب فوز السعودية أنهم يلعبون في بيئة تشجع على كرة القدم، لم يكن جميع المشاهدين أو المشجعين في الاستاد مع الفريق السعودي بحكم أن هناك مشجعين أجانب وأرجنتينيين، لكن 88,000 تعطي روح غير الروح اللي يلعبها أي لاعب منتخب في جمهور لا يتعدى العشرات أو حتى المئات، لكن 188,000 أنت تحت المجهر، أصواتهم وأغانيهم أهازيج المشجعين تجعلك في مزاج أفضل. وإن كانت الصيحة بالعربي كثيرة أيضا قد تكون من أسباب الفوز. الآن نعود لنفس السؤال، لماذا الفرحة العربية بالفوز السعودي؟ طبعا الأسباب كثيرة، من أسباب الفرحة العربية أنه شعور عفوي، اللعبة عفوية، كرة القدم عفوية خالية من الأيديولوجيات والولاءات البدائية، فكل يحب اللعبة الحلوة كما يقال، وهذا سبب الفرحة العربية أنهم شاهدوا منتخب مقتدر على إخراج لعبة ذكية ولعبة مبهجة ولعبة قوية جعلتهم يفرحون بفوزه. السبب الثاني من أسباب فرحة العربي أن المواطن العربي نفسه شبع من جلد الذات وكره غرز أو غرز الشعوبيين في أجسادنا حقا تحض على حقران العروبة، وكل مرة جلد في العروبة، والعربي لو يشوفون إرهابي قالوا أكيد عربي، شافوا ناس يصلون قالوا ليت العربي سووا مثلهم، شافوا دائما الشعوبيين يغرسون هذه الغرز ويختفون بيننا، نفس يحملون نفس أسماءنا، يتحدثون نفس لغتنا، ويضخون هذه الحقران أو احتقار العربي، صار يحتقر نفسه ويجلد ذاته دائما، لو العربي يسوون كذي أو العربي يسوون كذي. فأعتقد أن هذا الفوز أوقف جلد الذات لفترة معينة وأفرح العرب بمثل هذا الإنجاز، وإن كان إنجاز في مستوى الرياضة. ثلاثة من أسباب فرحة العربي هو تأكده أن الخليج العربي ليس أموالا فقط، الخليج العربي ليس حروب فقط، الخليج العربي ليس أمنا هش، الخليج العربي ليس قواعد أجنبية، الخليج العربي بعد الربيع العربي هو من يقود العرب، يقودهم على مستويات عدة، يضاف لها اليوم قيادة العرب في المستوى الرياضي وأصبح مركز ثقل. فالعالم العربي يعيش اللحظة الخليجية كما قال أكثر من مفكر عربي بعد تراجع مراكز القوى الإقليمية التقليدية العربية. يعني الربيع العربي أضر بمصر كثيرا، دمر العراق، تراجعت سوريا، انتقل الثقل إلى دول الخليج العربي، يواكب هذا الثقل السياسي والعسكري ثقل في أماكن أخرى، ثقل إعلامي، أصبح الخليج العربي مركز للقنوات الإعلامية والتلفزيون العربي، مركز للتعليم والجامعات، فلماذا لا يكون أيضا مركز للرياضة؟ فهذا من ضمن أسباب فرحة العربي، تأكده أن هذا الإنجاز ليس مفاجأة بقدر ما هو مواكبة لإنجازات خليجية أخرى. أربعة من أسباب فرحة العربي بفوز المنتخب السعودي على الأرجنتين أن المتابع العربي أصبح يعي أن إنجازات القوى الناعمة مثل كرة القدم هي في نفس مصاف إنجازات القوى الخشنة، بمعنى أن السعودية أظهرت قوتها الناعمة من خلال كرة القدم، وهذا وجه جديد تبرع فيه دول الخليج والسعودية، خصوصا أنها تظهر الوجه الآخر لها من خلال هذه اللعبة ولعبة كرة القدم. فأصبح المتابع العربي يعي أهمية هذا الإنجاز وفرح بما حققته الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية في مجال كرة القدم أو في الرياضة بصفة عامة، ففرح لهذا الإنجاز وأن القوة الناعمة ممكن أن تحقق ما تحققه القوة الخشنة. السبب الخامس اللي جعل العربي يفرح بفوز المنتخب السعودي على المنتخب الأرجنتيني، وإن كان
في المجموعة التي يلعبون فيها هو لانكماش أصوات مناوئة لأي إنجاز عربي، أصوات من أقليات حاقدة تعيش بين العرب، حاقدة على مجتمعاتها، والآن أصبح لها صوت على مستوى المجتمع العربي أيضا، تهمش الخليج، تهمش العرب، تنفث سمومها. هذه الأقليات للأسف وجدت لها مقاما في بعض القنوات ذات الأموال الخليجية، بمعنى أن تاجر أو صاحب مال جشع لا يهمه من يدير هذه القناة بقدر ما هي تدر له هذه الأموال، فتهمش كل إنجاز عربي، تظهر السخيف، تظهر التافه، تظهر الخلاعة، وتظهر كل ما هو سيء، وكأنها تنتقم من المجتمع العربي الكبير التي هي جزء منه. وهذا الكلام لا ينطبق على جميع الأقليات التي تعيش بيننا، لكن هذه مجرد أقليات حاقدة وجدت في بعض القنوات ووسائل الإعلام ما يعطيها الفرصة للظهور للطعن في كل إنجاز عربي وبث سمومها من خلال إبراز كل ما هو سيء وسخيف ويصل درجة السفاهة. هؤلاء اللهم لك الحمد أنهم ليسوا جزء من المجتمع الرياضي، ليسوا محللين أو معلقين رياضيين، في الأغلب هم يرون باب السياسة أوسع، ومن يجادل في ذلك فليقرأ بعض الأسماء التي تسمم العلاقة بين العرب، وهي ويدعون أنهم عرب بينهم هم من الأقليات الحاقدة على العرب، ولا أريد أن أكرر أسماء هذه القنوات. على كل حال القائمين على الرياضة في الوطن العربي معظمهم من أهل الخليج، معلقين خليجيين، كتاب ومحللين خليجيين أو عرب تجعلهم يفرحون بمثل هذا الإنجاز بدل الأقليات الحاقدة هداهم الله، فهم يعيشون في سدرة العروبة، وللأسف يظهرون الفاسد من العرب ويظهرون السيء من الإنجاز العربي. ستة من أسباب فرحة الفوز العربي على الأرجنتين في المجموعة التي هم فيها أن هذا الفوز هو إنهاء لغطرسة الأرجنتين الكروية. السعودية وقفت سلسلة اللاهزائم اللي يتمدح أو يعتز بها الأرجنتينيين بعد 36 مباراة لم يعرفوا الهزيمة، فكانت هذه الغطرسة نهايتها على يد السعوديين. هذا مما جعل المشاهد أو المتابع العربي يفرح أن بلد عربي هو من أنهى غطرسة الأرجنتينيين. النقطة السابعة من أسباب فرحة العربي بفوز السعودية في مجموعتها هي بدرجة ما ليونيل ميسي، وميسي صهيوني شاهدناه وهو يضع القلنسوة الصهيونية ويقف أمام حائط المبكى دون مراعاة لمشاعر جماهيره الذين هم يتفوقون على جماهيره من الإسرائيليين بملايين الأعداد، ومع ذلك لم يراعي مشاعرهم وذهب إلى القدس وزار إسرائيل ووضع القلنسوة وقال ما قال، فكأنها إهانة شخصية لميسي، وكأنه عرف من يذكره بأن هناك أيضا طرف آخر في القضايا العربية الصهيونية أو الإسرائيلية. فأسباب فرحة العربي هي الإهانة الشخصية لميسي أو لميسي بعد هذه المباراة. ثمانية من أسباب فرحة العربي بفوز السعودية على الأرجنتين في مجموعتها في تصفيات كأس العالم اليوم هو ترحيب بالمشروع السعودي الحضاري الكبير، بمعنى أن هناك مشروع حضاري سعودي يقوده الأمير محمد بن سلمان، فهم يرحبون بهذا المشروع من خلال الفرحة لهذا المنتخب. قد لا يكون بعض مشجعي كرة القدم لا يعون المنجز السعودي، المنجز الحضاري السعودي أو خطة التنمية الكبيرة، هذا مدخل لها الآن أن يعرفوا من هي السعودية، وهذا هذه الفرحة في محلها لأنها فرحة بجزء من كم هو المشروع الحضاري السعودي الذي تقوده في عملية التنمية الكبرى اللي يقودها الأمير محمد بن سلمان. وأنا في تقديري أن الفوز السعودي سيلفت أيضا نظر الكثير من الأجانب. أيضا هذه الفرحة يمكن أن نربطها بما شاهدناه من ظهور للإسلام الواعي، الإسلام الوسطي، الإسلام
الصحيح من خلال جذب الكثير، واحد يسمع الآذان، واحد يرتدي ملابسنا وتراثنا، بالإضافة إلى من أسلموا خلال تواجدهم في هذا الكأس، في تصفيات كأس العالم. هذه جميعها جعلت العربي يفرح بمثل هذا المنجز. طبعا لا ننسى أن الفرحة بفوز السعودية هي أيضا فرحة لكون الدورة تعقد في بلد عربي خليجي هو دولة قطر، بمنجزها الكبير اللي حققته خلال السنوات الماضية. وللأسف كان هناك الكثير من الحقد على قطر بأنها لن تنجز، سواء بجماعات تدعي أنها حقوقية بظلم العمال، أو بجماعات تريد الإباحية وتريد حقوق للمثليين، وليس هذا مجال لمناقشة ذلك. لكن كما قلت أن الفرحة أيضا هي فرحة أن السعودية حققت ما حققته في أرض خليجية، فكان هناك إنجازين، إنجاز خليجي وسعودي وإنجاز قطري، إنجاز خليجي هو بالنهاية إنجاز عربي. أنا في تقديري أنه في النهاية من أسباب فرحة العرب حتى الحوثيين وحتى محور المقاومة وحتى الميادين، وإن كنا نرى أنه قد يكون مؤقت، لكن يكفينا الفرحة التي عبروا عنها حتى الآن. ومن أسباب ذلك كما قلت دليل على أن الظفر ما يطلع من اللحم، وأن العربي خير بطبعه، وأن العربي يحب الخير لأخيه العربي، وأن ما يجري من محاكات سياسية ممكن أن تزيلها فرحة مشتركة، حتى ولو كانت على مستوى الرياضة أو مستوى الفن أو مستوى العلوم الإنسانية الأخرى غير الحرب، والحرب طبعا من النشاطات الإنسانية بدون شك. فأسباب الفرحة اللي أبداها العرب كثيرة، أسبابها كثيرة، لكن جميعها تعود إلى أن العربي يحب العربي مهما كانت الظروف التي بعدتهم على بعض. أعيد وأشكر السعودية التي أعادت اللحمة العربية بشكل ما، وإن كانت عن طريق كرة القدم، اللي أظهرت أن للقوة الناعمة السعودية أيضا دور، أظهرت أن خطة التنمية السعودية متكاملة وليست اقتصادية أو عسكرية فحسب، إنما أيضا للسعودية جانب آخر في مجال الرياضة ومجال النشاط الإنساني. أنا فرح لما قاموا به، واللهم لك الحمد على هذا الإنجاز اللي جمع العرب. بالنهاية وإن لم أكن رياضيا لكن محلل، فما ببعض العرب يتحامل علي ويقول لازم تحلل، مثل تصيد كل شيء تحلل فيه، كل محتركة حلال. ليس هذا هو المقصود، أنا أحلل فقط في العلاقات الدولية وخصوصا قضايا أمن الخليج، لكن الموضوع خليجي والموضوع مفرح. وإن كان لكم أي رأي أو استفسارات أو تعليقات فأنا مستعد لسماحها وسموحها. هذه آخر مرة أتحدث في موضوع رياضي، وإن كان حديثي عنه من خلال قراءة سياسية لما حدث، ولكم مني سلام.